يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باقي يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب
رزقا حلالا طيبا غدقا سحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خافي يا رافيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مبتدئ
يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا النور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد
يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقي يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا راشد يا صبور. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل
يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا يا صبور الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح
فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه
وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا رشيد يا صبور الحمد لله رب العالمين
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا
ya Rauf, ya Malikul Mulk, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Mukti, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi', ya Ya Baqi', Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana fil bahri fa'atli'hu, wa in kana ba'idan faqarribhu, وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور، يا غفار يا قهار، يا وهاب يا رزاق، يا فتاح يا عليم، يا قابض يا بسيط، يا خفي يا رفيع، يا معيذ يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكام يا عدل، يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مقي، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا ركيب، يا مجيب يا واسع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا بعيث، يا شهيد يا حق، يا وكيل يا قوي، يا متين يا ولي، يا حميد يا محيي، يا مبدئ يا معيد،
الوحيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقي يا والي يا متعال يا باب يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا وارث يا راشد يا صبور. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا باب يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا يا صبور الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا
جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا رافيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باقين يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عف يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكفي يا جميع يا غني يا مغني يا مانيع يا دار يا نافيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقيع يا يا صبور الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء
كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.